دلوقتي لو مستعجل هتعرف أهم أخبار الرياضة في فقرة أخبار على السريع. الفجر، الزمالك بيبدأ التحرك للتعاقد مع مدرب أجنبي. اليوم السابع، طلق بيستفسر عن الزمالك عن موقف كابوريا وإسلام جمال. الفجر، الزمالك بيتحرك لضم أحمد علي. الفجر، محمد مصلحي بيقرر تقديم استقالته من الاتحاد السكندري. الوطن، وصول محمد صلاح لقضاء عيد الفطر مع أهل قريته. اليوم السابع، الإسماعيلي بيكلف الشؤون القانونية بمتابعة شكوى سيدو مير. الوطن، الأهلي بيفاوض حسام حسن ومفضلة بين ثلاث دول أوروبية للاستعداد للموسم الجديد. اليوم السابع، معسكر المنتخب الأولمبي بينطلق غدا استعدادا لوديتي أوزباكستان. كرة، مودريتش بيحصد جائزة أفضل لاعب كرواتي. بطولات، رسميا الصين بتستضيف أمم آسيا 2023. يلا كورة، لوبوتيجي مدربا لإشبيلية الإسبانية. في الجول، أس لاعب ليون على وشك الخضوع للكشف الطبي للانضمام إلى ريال مدريد. كورة، دييغو على أبواب انتر ميلان.